هذا وتواصل المملكة المغربية الشقيقة مسيرة نمائها وتطورها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يقود البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث كان المغرب على مر التاريخ مركزا لالتقاء الحضارات حتى بات طرفا استراتيجيا حيويا في تنمية القارة الإفريقية بأكملها. يعود تاريخها إلى نحو 1000 عام قبل الميلاد، حيث سيطر الفينيقيون على المنطقة، ومن ثم تعاقبت عليها حضارات أخرى على مدى العصور حتى باتت جسرا للحضارات بين شمال الأرض وجنوبها ونافذة الضوء بين شرق الأرض ومغربه. إنها المملكة المغربية ذات نظام الحكم الملكي الدستوري، والتي تحتضن عاصمتها الرباط وأكبر مدنها الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية. حظيت المملكة المغربية بموقع جغرافي هيأ لها القيام بأدوار تاريخية وحضارية مرموقة وروابط دولية وثيقة طويلة الأمد جمعتها مع جيرانها من الدول، فانخرطت في العديد من المنظمات الدولية لتكون عضواً في ميدان الأمم المتحدة عام 1957، كما انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1958 لتعزز بذلك مكانتها العالمية على الأصعدة كافة. احتضن هذا البلد عبر تاريخه الكثير من العناصر البشرية، حيث تعد اللغتان العربية والأمازيغية اللغتين الرسميتين في المغرب الذي عرف بمكوناته القومية واللغوية والثقافية المتعددة. ولا يخرج النموذج المغربي في فن العمارة عن هذا النسق بحفاظه على خصوصيته المتفردة المغرقة في الأصالة والضاربة في أعماق التاريخ لقرون طويلة، متأثرة بالطابع الإسلامي الذي له مميزات خاصة في المعالم الحضارية. فتاريخ المملكة المغربية كان وما زال شاهداً على المسيرة التنموية الحافلة لهذا البلد العريق.